السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في معرض سولار شو. انا دلوقتي في البوس الخاص بفيلادلفيا سولار. الباشمهندس هتدي لنا فكره عن مشاركتهم النهارده في المعرض. اهلا وسهلا بيك. يعطيك العافيه، كيف الحال؟ الله يعطيك العافيه. انا وسام خطيبه من فيلادلفيا سولار. احنا مصنع تاسسنا بال 2007. احنا 3 مين ريفينيو ستريم: سولار بانل ماونتنج ستراكشر مانيفاكتشر، سكند احنا اي بي سي بروفايدر سو وي ار بروفايدنج ا فول سوليوشن، الثيرد وان هو احنا اونر اند ديفلوبر فور سولار بلانت. عندنا 2 مين في الاردن، واحده 66 ميجا في جنوب الاردن، الثاني موجوده في شمال الاردن في المفرق البادية هي 24 ميجا. What makes it special إنه هي combined with Tesla battery was one of the first project في المنطقة combined with storage solution. إحنا حالياً عم نقدم خدماتنا لحوالي 55 دولة حول العالم. 3 main markets تبعونا أمريكا، كندا وتركيا. إحنا حالياً expanding أكتر في الماركت هون. السوليوشن اللي إحنا بنقدموها زي ما عم بتشوفوا solar panel mounting structure as you see there is a variety of options زي ما انتم شايفين. This is a prototype for it and the panels اللي إحنا حالياً مركزين عليه اللي هو 550 by feet زي ما عم بتشوفوا long cable. هلا بنلف بنفرجيكم اللونج كيبل. هذا واصل لإفشنسي 21.3 بلس إنه هو عم بيتحمل ميكانيكال لود لحد 2400 و5400 من الباك والفرونت. هذا التكنولوجي كتير أدفانس، وإحنا إن شاء الله نكست ستيب إنه ندخل وإنجكت التوب كون على شغلنا أكتر. طبعاً إحنا البايفيشل اللي بيميزه عن لوح المونوفيشل إنه أنت بتقدر تحصل 25% من الباك، فإذا بتقدر إذا بتحبوا تشوفوا من وراء. This is from the back, so you can make wattage from الوجه الأمامي also من الوجه الخلفي. Okay. So you can guarantee تقريباً 25% من الوجه الخلفي. Okay. Reflected radiance. What about this steel structure and construction of this? Okay, we are providing very smart solution for mounting structure. What makes our mounting structure unique? That is, we have a unique section. These sections is only for Philadelphia Solar, and there is a specific specification only in our mounting structure. Our mounting structure is called Magnalis. Magnalis is combined of three materials: zinc, aluminium, and magnesium. These three elements, إذا جمعناهم مع بعض عم بيعطيني layer هي مشابهة، خاصيتها مشابهة للجلد البشري. إذا صار فيها أي مشكلة، نفرض إنه أي شيء صار خلال التركيب وانشخطت، رح تتأثر بالأجواء. Okay. وتكون طبقة مرة تانية، عشان هيك هذا ضد الصداع والكروشن. ده بخصوص البينت بس، الدهانات ولا الماتيريال نفسه؟ الماتيريال نفسه هي. أوكي. يعني هو يعني ضد الكراكس، يعني نقدر نقول الكروشن. طبعا باي ذا واي هو انستولد في اكثر انفايرمنت هارش في الدنيا، البحر الميت في الاردن، فاحنا وي اوريدي هاف ذا اكسبيرينس فور ات. لسه انا هسالك، ده سيوتابل للسعوديه هنا ولا؟ طبعا لانه هي اكثر هارش انفايرمنت هي البحر الميت، لانه فيها رطوبه عاليه ملوحه عاليه، فالسعوديه حتكون اقل منها اكيد. شكرا باشمهندسه، والف شكر ليك. شكرا. Thank you. شكرا. ثانك يو.